السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا إعجاب الفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لاستمرار قناتكم المزيد من الفيديوهات إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد. من قناة عصافير جن الأطفال نقدم لكم فوائد النعناع للأطفال. الأم في رحلة بحث دائمة عن كل ما يفيد طفلها من أطعمة وأعشاب تساعده على النمو والتعافي من الأمراض، والنعناع من الأعشاب التي يمكن أن تكون مفيدة للرضيع بداية من الشهر السادس، وهي المرحلة التي يبدأ فيها التعود على نكهات جديدة مختلفة عن لبن الثدي أو لبن الزجاجة. إذ يعد مشروب النعناع للنكهات الجريئة ليكتشف مذاق الأطعمة بعيدا عن حليب الثدي، وفي الوقت نفسه وسيلة علاج غير مباشرة للطفل من أعراض كثيرة من الأمراض التي قد تصيب. النعناع نبات عضوي مكلف. النعناع نوع من أنواع النباتات العضوية المعنرة تنمو على أطراف التواقي وحول التجمعات المائية. يتميز بأوراقه الخضراء ورائحته المحببة، ولقد استخدم النعناع منذ القدم كعشبة طبية، ولا يزال يستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية والغذائية. يحتوي نبات النعناع على مركبات من خصائص مهدئة تخفف من حدة بعض المشكلات الصحية للرضع كاحتقان الأنف والتهاب الحلق، كما أن هناك العديد من الزيوت والمراهم والمستحضرات التجميلية والعلاجية المصنوعة من نبات النعناع نظرا لاحتوائه على نسبة وافرة من الأملاح والبروتينات والكربوهيدرات والدهون المشبعة والفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة. ويحتوي النعناع على زيوت الطيار الضرورية لصحة الجسم، ولهذا تستخدم أوراقه في العديد من الوصفات الطبية العشبية عن طريق نقعها في الماء المغلي لمدة ربع ساعة. فوائد النعناع للرضع. يحتوي النعناع على فيتامينات ألف وب وجيم ومعادن متعددة كالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز. 2- وله العديد من الفوائد الصحية للأطفال الرضع، هو يحارب الحساسية لأنه غني بمضادات الأكسدة والالتهابات. 3- كما يساعد على التغلب على الحساسية الموسمية التي يصاب بها الأطفال الرضع. 4- كما يعالج النعناع نزلات البرد لأنه يحتوي على مواد عطرية تضرب البلغم والمخاط المخزنين في الجهاز التنفسي للرضع. 5- يخفف من التهاب الحلق والسعال للأطفال الرضع لأن النعناع له تأثير مهدئ ومنظم. 6- يخفف من عسر الهضم ويهدئ اضطرابات المعدة ويساعد على التخلص من الغازات والانتفاخ للرضع. فوائد النعناع للرضع. مفيد لطفلك إذا كان يعاني من مشكلات متعلقة بحركة الأمعاء غير منتظمة. يخفف من آلام العضلات أو البطن لدى الرضع عند استخدام زيته. يهدئ بشرة طفلك ويخفف إحمرارها، ويحافظ على نضارتها عند استخدام زيته موضعيا. يساعد على الشفاء من نزغات الحشرات أو الحروق أو الطفح الليدي لدى الأطفال الرضع. يعزز الجهاز المناعي للرضع والأطفال بفضل احتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن. يعزز صحة الدماغ والجهاز العصبي لاحتوائه على حمض الفوليك، كما يعالج مشكلات اللثة ويقضي على رائحة الفم الكريهة. يساعد على نمو العظام لدى الأطفال والرضع لاحتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ألف. يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي ويزيد من إفرازات الغدد اللعابية ويحسن أنشطة الإنزيمات الهاضمة. يعالج مشاكل القولون العصبي ويخفف من أعراضه. يعالج حالات عسر الهضم
يفتح الشهية ويزيد الرغبة في تناول الطعام، يهدئ آلام المغص وتقلص المعدة، يخلص الجسم من الانتفاخ والغازات، ينعش النفس ويصحر الفم ويقضي على البكتيريا المسببة للروائح الكريهة، يمنع تسوس الأسنان ويخفف آلامها، يخفف أعراض الربو والاحتقان في الأنف وفي الحنجرة، يوسع القصبات الهوائية، يعزز صحة الفم ويحارب انتقال العدوى عن طريق الفم، يعالج اضطرابات الجهاز التنفسي ويخفف آلام الالتهابات نظرا لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، يسرع علاج الإنفلونزا ونزلات البرد، يخفف السعال ويطرد البلغم، يسكن آلام الطفل ويساعده على الاسترخاء، يزيد الوظائف المعرفية والذاكرة واليقظة عند الأطفال، يعالج حالات الإسهال ويمنع الإمساك، ينشط الدورة الدموية في الجسم ويطرد البيبان. تحذير خاص: خذ الحذر من تناول الرضيع نبات النعناع قبل أن يتم 6 أشهر خوفا من إلحاق الضرر به، كما يجب الاهتمام بغلي منقوع النعناع لوقت طويل نظرا لاحتوائه على الكثير من المواد الضارة مثل المنسول، وهو من أشهر المواد التي تسبب الكثير من التهابات الطفل، خصوصا التهاب الحلق، والإفراط في شرب النعناع يسبب الأنيميا للطفل، حيث إنه ينتج مادة تعوق امتصاص الحديد في القناة الحضنية.